بغينا نشوفوا بزاف ديال الاطور المغربيه ومدربين السي موسى فرصه يكونوا عندنا في المغرب في البطوله الاحترافيه، حيت كاينين المدربين ماشي ما كاينين، وكاينين نزيدك واحد المعلومه والسي العراقي راه غيعرفهم، سعيد شخيط في البطائح ومساعد ديالو سميتو في الامارات في الامارات السي محمد سهيل، السي محمد سهيل برافو بصراحه جميع في قطر ايضا تالق ديال السفري كاينين بزاف ديال المدربين. انا مش نقول لك انا اليوم مش نقول لك سعيد شخيط مدرب ديال البطائح، جميع الصحافه جميع المحللين تيتكلموا على هذا المدرب هذا صراحه. تيكون لاعب بالماتش تيتماركاو عليه جوج الاهداف، تيغير الناس اللمسه ديال المدرب، اللمسه ديال سعيد شخيط بانت، اللمسه ديال هذا المدرب هذا راه هذا هو اللي خصنا حنا، خصنا مدرب. شوف سي هشام عندنا تفضل، خصنا مدرب اللي يقرا لك الخصم اللي غيغير لك النتيجه هو منهزم، ماشي مدرب يربع عادي يمكننا نتكلموا عليه. راه الطريقه ديال المدرب وكيفاش يرتب الامور ديالو وكيفاش يقرا الخصم ديالو. اليوم انا مثلا نتكلم على 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 هذا المدرب سعيد شخيط مغربي، هاد كفاءة مغربية، علاش كفاءة كاينة كفاءة مغربية وتيستافدوا منها حنا الأجانب وحنا